السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله. يا رب تكونوا بخير. انا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا الفيديو اليوم مميز، اليوم ان شاء الله غادي الفيديو كامل افاده من ا حتى زد، كله معلومات، كله داش يمشي شويه، خصكم تاكسبتيو على قدر المستطاع واحد المعلومه وعلى واحد الاسم ديال واحد الماتيير او واحد الحاجه اللي هي ما معروفهش بزاف عند الناس، كتعمل في الصالونات الكبار ولا كتعمل في العيادات الطبيه الكبيره. فاليوم غادي نشارك معكم وغادي نقول لكم علاش كتصلح هذه الحاجه، ونيت اللي ما كيعرفهاش هذه فرصه باش يتعرف عليها كيف ما انا ما كنتش كنعرفها وتعرفت عليها واستعملتها، وكذلك استعملها الزوج ديالي. فهي في هذه الحاجه هذه كتنفع راجل امراه، كتنفع البنات، كتنفع اي بيرسون. ما نطولش عليكم، ندوزو الفيديو. غادي نهضر لكم على ديرما رولر. ديرما رولر على هذا الشكل، هذا عرفتي الاسم واقيلا كيبان لكم مقلوب، عرفتي دابا شويه يبان لكم ولا لا؟ ديرما رولر. ديرما رولر فهي واحد الاداه ولا واحد الاله صغيره، ما كتخدم لا بالضوء لا بالحجر لا حتى شي حاجه، كتخدم فقط بالحركات اليدويه. ديرما رولر عندها اهميه للبشره بزاف، غادي نتكلموا عليها من بعد. غادي نوريكم ديرما رولر كيفاش عامله من الداخل. فريمون كل سيده اولا كل راجل لازم تكون عنده هاد ديرما رولر هادي. فمني غادي تعرفوا الفوائد ديالها غادي تفهموني علاش كنهضر. هي كتجي في البواطه بحال هكذا، البواطه ضروري هاد البواطه كتحافظ عليها معايا هنايا. نقرب لكم الكاميرا، فهي فيها الاشواك، ما كتشوفوا معايا فيها الاشواك، فيها واحد الابر صغيره كتشاف، هي الابر صغيره كتشاف بالعين وتشريوها. فهي موجوده في الاسواق التجاريه وفي مواقع، موجوده في امازون، موجوده في جوميا، موجوده في بزاف ديال المواقع. هاد الديرما رولر الاشواك ديالها اولا الابر ديالها لازم يكونوا من تيتانيوم، يعني باش الابر ديالها ما كتصديش. الرقم ديال هاد الابر شو هي من انواع، هي كاينه من انواع بزاف. شوفوا معايا هنايا، ها هو هنايا، واش كتبان لكم الضوء ولا لا؟ نسيت نطفي لكم السيبورة، شفتوا؟ وقيلا نخلي تصور بلا سيبورة أحسن، من جاني تصور مظلم ما عرفتش صراحة. المهم غادي نبين لكم هنايا غير البوان، البلاصة اللي فيها البوان هنايا هي الرقم ديال الديرما رولر، ديال الطول ديال الإبر اللي موجودة في الديرما رولر. بالنسبة للناس الناس اللي كيعانيو اللي كان عندهم حبوب سابقه، فهذوك الحبوب اللي كينوضوا كتمشي الحبه كتمشي في حالها، ولكن كيبقى لاطراس، فكتبقى تعدل لي برودوي، كتبقى تشري الكريمات وهذا، ولكن ما كيحسش نتيجه. هاد الديرما رولر هادي كتنفع في حال هاد المراحل هادي. ندوزو الحاجه اخرى، حاجه اخرى ان الديرما رولر مضاده للتجاعيد. فالتجاعيد اللي كيخلي البشره ترهل واللي كيخليها انها تفقد هذيك المرونه ديالها ويولي فيها تجاعيد هو انعدام الكولاجين. كنبقاو كلما الانسان كيكبر في العمر كلما كيفقد نسبه الكولاجين المهمه اللي خصها تكون في البشره. ملي كنستعملوها على البشره ديالنا فهي كتعمل واحد بعض ديال الوخز بالابر، يعني بعض الجروح اللي هي صغيره جدا، لان هاد الديرما رولر هذا الرقم هذا اللي هنايا خاص بال، يعني يقدر الانسان يستعمله في المنزل. انما هاد الارقام هي كاينه من 0.20 الى 3، فهذه اللي عندي انا هنايا 0.50، هي هذه اللي هنايا 0.50. فما بين هاد الرقم وما بين 0.75 حتى الواحد يمكن لك تستعملو في الدار، انما الارقام اخرين 1.5 و2 و3 فهادو كيستعملو في العيادات الطبيه او في الصالونات الكبار اللي كيكونوا مختصين. وطبعا هاد جلسه علاجيه للبشره فهي الثمن ديالها كيكون باهظ وكتدي الوقت شويه. و فلما لا، انا حبيت انني نشارك معكم، فيمكن لكم انكم تعملوها في الدار. فالديرما رولر كتحل مشاكل البشره اللي عنده تجاعيد، اللي عنده اثار الحبوب، اللي عنده نمش في البشره ديالو، كتعمل على توحيد لون البشره، تجديد
البشرة وعطاها نضارة ولمعان. فديرما رولر ملي كتمشي على الوجه فهي كتعمل واحد النوع ديال الجروح اللي هي خفيفة. شخصيا انا كنستعملها بلا بنج، ولكن كاين بعض الاخوات اللي كيعملوا بومادة ديال البنج اولا ديال مخدر موضعي. صراحه المخدر الموضعي ماشي 100% انك ما غاديش تحس، فهذه الابر ديالها صغيره بزاف، انما الابر الكبيره اللي كنستعملوا في العيادات اولا اللي كنستعملوا في الصالونات الكبار، فهما ضروري كيستعملوا لك واحد المخدر موضعي باش ما كتحسش، حيت كاين فرق كبير ما بين 0.50 و 3 و 2 و 1.25، فضروري كيكون واحد الفرق اللي هو شاسع، وهادو راه ابر ضروري غادي يتاذوا لك البشره ديالك، ما يمكنش ما غاديش تحس الا لا كنتي منعدم المشاعر، هذه حاجه اخرى. المهم ندوزو الفائده ديالها. غتقولوا لي يسرى قبيله قلتي كيحتاجوها الرجال والعيالات، فشنو هي الحاجه اللي غيستعملوها الرجال؟ واخا الرجال دابا ما شاء الله عليهم حتى هما ولاو كيعتنيو بنفسهم، كيمشيو للصالون حتى هما كيعتنيو بالبشره ديالهم، ولاو كيبغيو حتى هما يعملوا قماش، كيبغيو حتى هما البشره ديالهم تكون نظيره تكون مزيانه. فالنظافه ما هي لا الرجال ولا العيالات، النظافه راه هي على كل شيء، والاعتناء فهو على كل شيء، نظافه من الايمان، هذه راه معروفه. شحال هادي ما قلناش كنشوفوا الرجال انهم كيمشيو للصالون كيستعملوا هذا النوع ديال لي برودوي وكيستعملوا هادشي هذا، وانما هادشي عادي جدا، فغير انما ما يكونش واحد النوع ديال المبالغه، ما كنهضروش على واحد الفئه اللي كتعاند مع المرض شي حاجه كيعملوه هما، شخصيا انا ما كنعملهمش. المهم ما علينا، ندوزو ديرما رولر بالنسبه للبشره الرجاليه، راه هي نفس الحاجه، نفس المفعول اللي غتعطي للمراه نفس المفعول اللي غتعطي للراجل، فهو اكيد هو غادي عنده، كنعرفوا بان الفتره الشبابيه ما بين 16 الى 20 سنه، فهما كيكون واحد الحبوب اللي هي كثيره، وملي كتمشي ديك الحبوب كتخلي اثر، فديرما رولر كتحلنا هذا المشكل هذا. بالنسبه للناس رجال او العيالات اللي كيعانيوا من فراغات في اللحيه اولا فراغات في الشعر اولا تساقط الشعر، يعني بهذا المعنى هذا، فديرما رولر ملي كتستعملها على الراس ديالك اولا على اللحيه، فهي كتعاون باش انها تخلف الشعر وتنبت بصيلات الشعر الصغيره اللي كتكون صافي انعدمات اولا في كثره التساقط او من كثره البرودويات اولا بزاف ديال العوامل اللي هي كتسبب في تساقط الشعر والفراغات. غتقولوا لي يسرى حنايا العيالات غنعملوا غير نوضنا اللحيه، اودي الله يهديكم، راه الهرمونات ديال الراجل ماشي هي الهرمونات ديال المراه، راه كل واحد والهرمونات ديالو، راه ملي غادي يعمل الراجل غتنوضوا اللحيه حيت ديك البلاصه في الاصل عنده لحيه، انما الا كنتي انت امراه ما عندكش اللحيه فما واخا ينوض لك اللفت ما غتنوضكش اللحيه، صافي كون هانيه من هذه الناحيه هذه. دابا غادي ندوزوا لطريقه الاستعمال ديالها. واحد نقطه اخرى بالنسبه لواحد الفئه ديال العيالات اللي كيكونوا كان عندهم الوزن ضعيف بزاف، ومن بعد في الحمل فضخم الوزن ديالهم، وكيوقعوا واحد الشروط اولا واحد الخطوط اللي كتكون في البطن اثناء الحمل، فهذه مساله طبيعيه، يعني كل امراه كتحمل كتكون ضعيفه وكتغلط، فهي كيوقع لها واحد الخطوط في البطن ديالها خارج على الاراده، يعني هي مسكينه، يعني الجنين كيكبر والبطن كتنتفخ، فكيحدث واحد الخطوط اللي هي كنقولوا لها حنايا الخطوط الرقيقه اللي كتكون في البشره، ولا حتى الاشخاص اللي كيكونوا كيعانيوا من السمنه المفرطه ومن بعد كيعملوا الريجيم اولا الرياضه وكيضعفوا وكيبقاو هذوك الخطوط هذوك، فالديرما رولر كذلك كتحيد هذوك الخطوط هذوك. هذه الثمن ديالها باش نوضح لكم، الثمن ديالها شريتها 60 درهم يعني 6 دولار باش شريتها. كاينين هما ماركات، المهم اهم حاجه اللي تسولوا عليها هو ان لي باري ديالها يكونوا من تيتانيوم ما يكونوش كيتسداو، هاد البواطه عفوا ما تحيدوهاش من البواطه ديالها، خليوها محافظه في البواطه ديالها، يفوا تستعملوها وتساليو بها رجعوا البواطه ديالها. ندوزو دابا لاغام اللي قلت لكم، فهاد لاغام هادي انا صراحه ديتها ب 60 درهم، جبرتها بروموسيون. اول حاجه قبل ما نستعملوا ديرما رولر فهي كتوضع على بشره نظيفه، ما نقولكش تعملها على بشره وهي متسخه اولا ما مغسولهاش. بالنسبه لهذا الصابون هذا اللي بغيت نشارك معكم، نطفي لكم الضوء عاوتاني فيما بغي نوريكم شي حاجه، نطفي لكم الضوء. هذا صابون ديال كولاجين ديال الحلزون، هذا الصابون ديال الحلزون فهو تابع لهاد لي برودوي هادو،
فدايما شنو تعلموا واحد الحاجه، حنايا ملي كنكونوا كنستعملوا شامبوان، شامبوان كنستعملوا شامبوان في شكل ديميلور في شكل، اولا كنستعملوا صابون في شكل، كريمه في شكل، اولا كنستعملوا فاي حاجه كنستعملوها نستعملوا معها لاكام ديالها كامله باش كتعطي نتيجه شي كيكمل شي بحال واحد جوج ثلاثه شي كيكمل شي صافي. المهم هاد الصابونه هادي غنغسلوا بها وجه ديالنا اكثر من ثلاثه د المرات اربع د المرات نحسوا بشرة انها ولات نقيه، ومن بعد عاد غادي ندوزوا باش نستعملوا الدرمارولر. بالنسبه للدرمارولر اللي غادي نجيو نستعملوها ماشي غنهزوها من هنا نيشان البشره ديالنا لا، فكناخذوا كنجيبوا الكول، الكول تاهو كتشريوه عند محل ديال المكياج ولا معروف الكول راه موجود، فكنعقموها بالكول بحال هكذا مزيان، كنوضع انا الكول هنايا وكنوضعها هنايا كنخليها واحد شويه صافي، كنخليها واحد شويه من بعد صافي نتخلق، ومن بعد عاد غادي نستعملها. فالطريقه باش نستعمل الدرمارولر، الطريقه باش نستعمل الدرمارولر فهي بحال هكا. فانتوما ملي غادي تبغيو دوزوها في البشر ديالكم فهي عندها ثلاثه ديال الطرق، خط افقي، خط عمودي، ومايل، ثلاثه ديال الطرق. فكل بلاصه كدوزوا عليها تقريبا 10 المرات. بالنسبه للضغط نقول لكم ضغطوا ولا ما ضغطوش، فانتوما على قدره التحمل ديالكم. هي البشره كتولي حمراء مزنقه بحال تقول ضربك شي واحد صفيقه، ولكن تيقوني كتعطي نتيجه هائله. بالنسبه للنهار اللي غادي تستعملوا فيه الدرمارولر ما خصكمش تعملوا مكياج ولا اي برودوي في الوجه ديالكم، انا بالنسبه لاي بيرسون، وما خصكمش تعملوا ما خصكمش تخرجوا من الدار بعد 24 ساعه، لان ما خصكمش تشوفوا الشمس، ما خصكمش تشوفوا الغبره، ما خصكمش حتى شي حاجه، لان حسبوا ان الوجه ديالكم فيه جروح وما خصهاش يتعفن. فهذيك الجروح اللي كتكون عندكم في البشره ديالكم فهي درمارولر على البشره ديالكم، كيكون فيها هذيك الجروح فكتعطي اشاره للدماغ بانه راه كاين واحد الجرح وكيبدا ينتج الكولاجين. ملي كيبدا ينتج الكولاجين ماشي باش البشره تجدد نفسها بنفسها. قلنا غادي نستعملوا صابونه وغادي نستعملوا درمارولر وعاد غادي ندوزوا السيروم. السيروم هذا ديال حلزون حتى هو معروف. هذا السيروم هذا فهو على هذا الشكل هذا، كتهزوا بالنقيطه اللي بغيتو ديركم. شو السيرو ثقيل راه. بالنسبه انا علاش بغيت نشارك معكم هاد لاغام ديال الكولاجين، كاينين بعض فنانين كبار فكنشوفهم بانهم كيستعملوا الحلزون كيخليوه يمشي فوق البشره ديالهم، فتثبت علميا بان الفعاليه ديال الحلزون ضد التجاعيد وتجديد البشره وتجديد لون البشره وضد معان والبيوضه، كلشي متفق على ان الحلزون يلعب دور كبير في المنتجات التجميليه. ملي كنستعملوا الدرمارولر كنستعملوا موراها السيروم. كاين سيروم واحد اخر الا بغيتوا تستعملوه انا غادي نخلي لكم هنايا الصوره ديالو، وفيتامين سي. السيروم ديال فيتامين سي هو معروف بانه حتى هو كيتستعمل مع الدرمارولر بزاف وكيعطي فعاليه. فانتوما ملي كتستعملوا هاد الدرمارولر اي منتج عملتو، علاش مفروض عليكم انكم تستعملوا لا كريم ديال الشمس ولا فوندو تاع ولا لي برودوي كاملين كيف ما بغاو يكونوا ما تستعملوهمش على البشره ديالكم اقل مده 24 ساعه، هي نورمالمون 48 ساعه. علاش؟ لان درمارولر ملي كتعملها كتخلي لك واحد البشره مفتوحه، اي حاجه عطيتيها لا غتاكسبتيها. فملي كنعملوا هاد فهي كتستافد منها البشره 10 اضعاف من انها كانت غتستافد منها وهي بلا درمارولر. ندوزو الكريم ديال الدرمارولر. هاد الكريم هذا بس نطفي لكم الضوء، انا الضوء كيشعيني. كريم ديال الكولاجين وهذا الاسماء كيبانوا لكم مقلوبين حيت يعني بدي كيبانوا لي زعما مقلوبين صراحه. الكريمه هي هادي صراحه القوام ديالها. هاد الكريمه هادي بعدا الا استعملتوها كونوا اكيد غادي تشكروني رجال وعيالات صراحه، لان هاد الكريمه هادي خطيره، مفعول ديالها خطر بزاف، خطر بزاف بزاف بزاف، لان الريحه ديالها رطبه لواحد الدرجه. فتو بعدا ملي كتعملوا هادي بالليل
كتعملوا السيروم ولكن ما بين السيروم والكريم فرقوا بيناتهم واحد شويه الوقت على الاقل ربع ساعه ولا 10 دقائق ولا ساعه مكانه عاد كتعملوا هذه. هذا الكريم الليلي هذا ديال يمكن لكم تعملوه بالنهار ولكن شرط ما تخرجوش به وصافي. فانا شخصيا كنستعمله صباح وعشيه، فهو صراحه عنده واحد الدور مهم بزاف على بشره. غتلاحظوا واحد الفرق من الاسبوع الاول، غتلاحظوا الفرق. فهذه كتعمل على توحيد لون البشره، وكتعمل على محاربه التجاعيد، وكتعمل على ازاله اثار الحبوب القديمه والجديده، وكتعمل على انتاج الكولاجين في البشره، وكتعطي نضاره للبشره بزاف. كنشكركم على التعليق، على لي لايك، على ديزلايك، على اي حاجه عملتوها في القناه، على المشاهده ديالكم، على التعليق الايجابيه السلبيه كيف ما بغات تكون. احنا ما عملنا هاد القناه الا عندنا كاباسيتي باش غادي تستقبلوا جميع الاراء، فعادي جدا بالعكس مرحبا بديزلايك، مرحبا بلي لايك، ما عندنا حتى اشكال. بالعكس ما كنعرفوا الاراء ديال الناس، راه ماشي كلشي غادي يعجب كلشي، ماشي كلشي غادي يعجبو المحتوى ديالنا، ماشي كلشي غيكون متفق معنا، ولكن نشكر الله ونحمد الله على الاغلبيه. فهذاك الشيء اللي كاين، مهم الاذواق تختلف والاراء تختلف، ومرحبا بجميع الاراء. وما تخافوش واخا تعملوا ديزلايك ما غاديش ندير فيكم حاشا ولله. الله يعطيكم الصحه والسلامه، والله يعطي كل واحد اللي في نيته، والله ياتيها اللي في نيته شي حاجه والله ياتيه بها، يوصلكم بالله ومراد ديالكم لهذا. يا مالك احسن.